ده بخصوص ماتش أسوان والتنسيق ما بين الأهلي واتحاد كرة القدم. لكن في نفس الوقت عايزين نشوف كمان إزاي النادي الأهلي بيستعد لمباراة أسوان. لذلك في هذه اللحظات بروح لزميلي العزيز وبذهب مباشرة لزميلي العزيز فاروق صلاح من قلب ملعب مختار الكيتش عشان أطمن منه على آخر الاستعدادات لهذه المباراة الهامة. مساء الخير يا فاروق، عايز أطمن منك على آخر الاستعدادات، الحالة المعنوية. طبعا عندك تفاصيل وعندك أخبار كتيرة محتاجين نسمعها منك في هذه اللحظات. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا بالفعل متواجدين في استاد مختار التتش. النادي الأهلي بيعود لاستئناف تدريباته بعد الراحة اللي حصل عليها بالأمس عقب فوزه على فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. طبعا بيستعد لمباراة المؤجلة من الأسبوع 17، مباراة أسوان المقرر إقامتها على استاد بترو سبورت. زي ما انت اتكلمت محمد على الحالة المعنوية، خلينا نقول ان في ارتفاع في معنويات اللاعبين عقب الفوز في الدقايق الأخيرة طبعا على فريق الانتاج الحربي. النهارده اللاعبين اقاموا احتفال لمستر بيتسو موسيماني اللي بيحتفل بعيد ميلاده، يعني مستر بيتسو موسيماني 57 عام، نتمنى له المديد من العمر مستر بيتسو موسيماني. احساس العائله وروح عائله النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي كان الفرحه على اللاعبين وتهنئه لمستر بيتسو موسيماني. ايضا يا محمد من النقاط الايجابيه والنقاط اللي لازم ننوه عليها ونتكلم عليها وجود حمدي فتحي اللي كان بيحتفل بالامس بزفافه، عايزين من خلالك برضو من خلال قناة النادي الأهلي نبارك لحمدي فتحي على زفافه. النهاردة حمدي فتحي كان موجود في المرام بيشارك في تدريبات استعدادا لمباراة أسوان. نتكلم بقى محمد على المباراة وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي على مستر بيتسو موسيماني. طبعا في احتفالية قدامها هي في التتش بحمدي فتحي. بالفعل يا محمد احتفالية بحمدي فتحي، اللاعبين اقاموا ممر الحمدي فتحي، انت عارف دايما دي طقوس معتادة للاعب النادي الاهلي، دايما احتفالات بتبقى مستمرة للاعبين سواء اعياد الميلاد او المناسبات، احتفل اللاعبين واقاموا ممر كده الحمدي فتحي، انت عارف دي طقوس معتادة من لاعبي النادي الاهلي. وشيء ايجابي ايضا من حمدي فتحي انه كان حريص انه يكون موجود في المران. وبالمناسبة يا محمد انا عايز يعني في نفس هذا النطاق ان حمدي فتحي هو اللي اصر ان هو يكون موجود في التدريب النهارده، وده امر يحسب لحمدي فتحي لاعب النادي الاهلي واحد من العناصر الاساسيه. اتكلم بقى محمد على مباراه اسوان. يعني قبل ما اتكلم برضو بالتحديد على مباراه اسوان يا محمد، انا كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله ومن خلاله يعني كان يعني حابب يوضح امر مهم جدا بخصوص اصابه حسين الشحات. يعني الدكتور احمد ابو عبله قال لي احنا دايما بنحسب الاصابه للاعب من وقت حدوث الاصابه وليس من وقت اجراء الاشعه. يعني قال انا لما حددت المده الناس قالت ان هو بعد اتقال 10 ايام وبعد 3 ايام كان موجود في الملعب، قال لا حسين الشحات اصيب في يوم السبت ونزل يوم الاحد، يعني الفتره الزمنيه كانت 8 ايام، لكن احنا دايما بندي فتره اكبر، لكن استجابه اللاعبين برنامج التأهيلي والشغل اللي موجود وأيضا الأجهزة الطبية الحديثة اللي تم يعني إحضارها واقتنائها للنادي الأهلي بتعجل بهذا الأمر. أيضا اطمننا أيضا من خلاله على وليد سليماني اللي قام بالأمس بإجراء إشعة رنين وظهرت بصورة طيبة، خلال أسبوع 10 أيام بالكتير أيضا وليد سليماني هيكون موجود مع فريق النادي الأهلي. طبعا الى جانب محمد محمود موجود وكريم ندفد ومحمود متولي، دي أمور خلاص انتهينا منها. كلم طبعا يا محمد بقى على مباراة أسوان ومباراة مهمة جدا. انت عارف ان الاهلي عنده ازمه كبيره جدا في هذا اللقاء وهي ازمه الظهير الايمن. طبعا محمد هاني هيغيب لحصوله على الانذار الثالث، مستر بيتسو موسيماني هيحاول ان هو يجرب رامي ربيعه في مركز الظهير الايمن، هيحاول يجرب حسين الشحات في مركز الظهير الايمن لعلاج هذه يعني الثغره اللي هتكون او المشكله اللي بتواجهه في مركز الظهير الايمن. طبعا لظروف وجود اكرم توفيق واحمد رمضان بيكم زي ما انت كنت بتتكلم على منتخب مصر اللي نتمنى له التوفيق في مباراه استراليا. طبعا ازمه بتواجه فريق النادي الاهلي، لكن التحضيرات بتتم لمباراه اسوان، اللعيبه كلها المعنويات مرتفعه جدا، اللعيبه مركزه جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص جدا ان هو يتكلم مع اللاعبين وقال جملتين يا محمد اعتقد هم هيكونوا مقياس او هم يعني اللي دايما بنقول الجرس التنبيه لكل لعيبه النادي الاهلي. يعني كان في وسط كلامه بيتكلم مع اللاعبين احنا ما ينفعش نضيع الدوري ده وما ينفعش نكسل بنقطه عرق واحده مقابل اسعاد جماهير النادي الاهلي، وبطالب ايضا جماهير النادي الاهلي عدم تصدير اي احباط للاعبين ان الدوري بيبعد او بيضيع، احنا ان شاء الله قادرين على الحفاظ على اللقب وباذن الله النادي الاهلي قادر على الحفاظ على اللقب. انا موجود معاك يا محمد لو في اي استفسار او اي تساؤل.
طيب فاروق، عايز برضه اطمن منك، بعد مباراه الانتاج الحربي والفوز بثلاثه اهداف مقابل هدفين والدفعه القويه اللي خدها والتر بواليا بعد الهدف المميز وهدف السبق واحراز الثلاث نقاط، عايز اعرف برضه الكواليس التعامل مع والتر بواليا في التدريب النهارده. بيتسو موسيماني بيتكلم في الكواليس مع اللاعب ازاي؟ الاجواء داخل الفريق خاصه ان الجمهور ما بيبقاش عارف الكواليس، ما بيعرفش الاجواء دي، رغم ان ما يحدث داخل غرفه خلع الملابس او اوضه اللبس مختلف تماما عما يكتب ويصار عبر السوشيال ميديا. الناس بتتكلم في اطار وجوه اوضه اللبس حاجه تانية، وبدليل حتى الكابتن سيد قال وقف في ظهر الفريق دعموا اللعيبه. الاهلي بياخد بينافس على الدوري وان شاء الله هياخد الدوري باذن الله. محمد يعني خليني ان انا احييك واشيد بيك لانك انت لمست نقطه في غايه الاهميه، يعني خلينا نتكلم ونوضح الصوره. وانت عارف احنا دايما من خلال قناه النادي الاهلي بمنتهى المصداقيه بنتعامل من خلال قناه النادي الاهلي او المركز الاعلامي للنادي الاهلي بمنتهى المصداقيه. والتر بواليا قبل المباراه قبل مباراه الانتاج الحربي، انت يعني والتر بواليا هو داخل من بوابه النادي في حاله من التاثر على وجهه وحاله من الحزن دايما على اللاعب ان هو بعيد عن المشاركه. اللي يشوف والتر بواليا النهارده يا محمد ايضا انعكاس الاعضاء النادي الاهلي، الجميع بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه مع بواليا. بواليا يعني تقدر تقول هدف فرق كتير جدا مع والتر بواليا نفسيا، فرق معاه عند الجمهور فرحه اللاعبين بولتر بواليا. مستر بيتسو موسيماني وحرصه ان هو دايما يشيد بولتر بواليا وبيتكلم في احاديث مستمره مع والتر بواليا، يعني برضو يعني في بعض الامور الواحد قريب الاحداث منها من والتر بواليا. والتر بواليا كان بيفتقد يعني الحديث معاه او ان يعني ان الناس تصبر عليه شويه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بهذا الدور، الكابتن سامي امصون بيقوم بهذا الدور، مستر بيتسو موسيماني حريص ان هو يتكلم عليه. النهارده والتر بواليا محمد وهو داخل من يعني من بوابه النادي الاهلي، جميع الاعضاء بيتسابق الاعضاء النادي الاهلي لالتقاط الصور مع والتر بواليا اللي يعني بدات عليه الفرحه والسعاده من اهميه وقيمه الهدف. واعتقد هدف يا محمد هيكون مؤثر جدا جدا في مشوار النادي الاهلي في الدوري، وايضا مشوار والتر بواليا اللي اعتقد يعني ان شاء الله من بعد هذا الهدف ومن بعد يعني الفرحه والحاله المعنويه اللي عند والتر بواليا اعتقد هيكون من العناصر الاساسيه مع فريق النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا من ملعب مختار التتش بالجزيره، اتكلم معانا في كل الايضاحات الخاصه باستعداد الاهلي لمباراه اسوان.